ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى الأخبار الرياضية. والبداية بالأميرة الصغيرة ودورة الجزائر الدولية المرحلة الأولى من دورة البوليدة التي امتدت على مسافة 145 كيلومتر بين مدينتي موزايا والجبابرة ثم العودة إلى موزايا، وعاد فيها الفوز للدراج الإثيوبي دي بيسي في محل دراج المجمع البترولي عادل البربري. ثانيا يقول الزميل رياض جوران. طبق رياضي شهي تنوعت نكهاته بين مدينة تعشق الدراجة منذ أمد بعيد زايا، ومسار يرتفع بك شيئا فشيئا لتعتلي الجبابرة العقبة التي يخافها المتنافسون. ودراجون متعطشون لارتداء القميص الأصفر لريادة دورة البوليدة الدولية في أولى مراحلها، إذ لم يهدأ بال للكوكب بفرق أرسلت دراجها للمقدمة على غرار المجمع البترولي سوفاك رواندا وإريتريا، محاولات لم تبلغ الهدف. وبنواحي الأربعة ثلاثة دراجين استطاعوا مباغثة المجموعة الرئيسية، هم ليريتي مكسب ديبيسي الرواندي ديامار والجزائري بالمختار. ثلاثي صعد الجبابرة مرتفع مصنف في الدرجة الأولى، ومن ورائهم تبعثت الكوكبة وتفرقت لعدة مجموعات. الدراج الجزائري عديل برباري التحق بديبيسي في مقدمة السباق ليكون سجال ثنائي بين برباري وديبيسي، ومراقبة سيقة بين الدراجين وصلت بهما إلى خط النهاية. ديبيسي فاز بالمركز الأول متقدما ببضع سنتيمترات على برباري الرواندي هادي جونفي. ثالثا ليحرز مكسب ديبيسي القميص الأصفر وبرباري قميص أحسن دراج أقل من 23 سنة. السباق كان صعبا للغاية، حاولت التواجد في المقدمة طيلة السباق والمرتفعات عادتني كثيرا. ومن مدينة الورود يلتحق بنا الزميل عمر جمعي. مساء الخير عمر، كيف كانت مرحلة اليوم وماذا عن برنامج الغد؟ مساء الخير بلال. كما استقبلت مدينة الورود ضيوفها من الدراجين بالورود، نستقبل مشاهدينا الكرام بالورود، وحتى أنت بلال. مرحلة اليوم وإن سيطر فيها مكسب دي بي سي سيطرة كلية، حيث لم يأخذ القميص الأصفر فحسب، بل أخذ القميص المنقط لأحسن متسلق والقميص الأحمر بالنسبة لأحسن دراج سرعة. مرحلة الغد ستكون صعبة وصعبة، الانطلاق فيها سيكون كما اليوم على الساعة 11 من موزايا نحو التيبازا والعودة إلى موزايا وسط ديكور طبيعي آخر سيتمتع به ضيوف الجزائر في هذه المرحلة. مرحلة الغد ستكون على مسافة 123 كيلومتر فاصل 5، وحظوظ الجزائر قائمة وقائمة لملال استرجاع القميص الأصفر، خاصة وأن الظروف مواتية بالنسبة للحناشي الذي دخل السباق اليوم، بالنسبة للعقاب أيضا وهشام وكل الدراجين الجزائريين إن شاء الله. بلال، شكرا لك الزميل عمر جمعي، كنت معنا مباشرة من مدينة البوليدة، بالتوفيق لك ولدراجي المنتخب الوطني.